السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة طلاب الصف الثاني الثانوي، أهلا وسهلا بيكم في واجب الحصة رقم 6. النهاردة إن شاء الله ده الواجب يا حبايبي، وبعد إن شاء الله الواجب بإذن الله تمتحنه، وبعد الامتحان إن شاء الله النهاردة معادنا مع بإذن الله بارت كامل هنخلصه اللي هو يخص إيه؟ يونت 1. يعني النهاردة إن شاء الله معادنا مع بارت كامل هنخلصه بإذن الله. يلا على بركة الله ونبدأ مع بعض. حبايبي اللي بينا مش مادة دراسية وبس، ولكن اللي بينا أكبر من كده بكتير، وعشان حرصي وحبي ليكم ضروري تتابعني على قناة تيك توك التعليمية مستر النجار. صفحة 7 رقم 101. على بركة الله نبدأ. 101 تبقى سي هاز تو لان برازر مفرد. 102 ماست يو، دي جميله يا جماعه. حط علامه الاستفهام واكتب يمكن تستخدم ماست في بدايه السؤال. يمكن تستخدم ماست في بدايه السؤال، ويعبر السؤال عن المضايقه. ويعبر السؤال عن المضايقه، تمام؟ طيب يا حبايبي، بيقول له هو انت لازم تلبس الكرافته الصفراء؟ بالنسبه لي دي موضه قديمه، تمام؟ خلاص حبايبي، مضايقه. ممكن ماست تاتي في بدايه السؤال ويعبر عن المضايقه. 103 ماست نص قانون. 104 اي هاف تو، انا مضطر اصحى بدري في ايام المدارس. حط خط تحت اون سكول دايز. 105 نيدنت، انا مش متاخر، مفيش داعي يسرق. 106 هاف تو، الاطفال مضطرين في ابتدائي يلبسوا اليونيفورم. 7 از ات ا ماست، هل دي ضروره؟ 8 زي بتساوي نيسيسيتي، بتساوي نيسيسيتي. 108 نيدنت، مفيش داعي تشتري القلم. 109 كانت، انت ما ينفعش تسوق. ان ليس، اذا لم يكون معاك لايسنس رخصة، ما ينفعش، تمام؟ مش هتقدر، مش هقول له ممنوع تسوق، لا انت مش هتقدر اساسا تسوق الا ما يبقى معاك رخصة. خد بالك كانت تحس انها بتدي برضه معنى ممنوع، بس بيبقى جاي معاها بشروط. يعني قلت لك ممنوع تلعب وسكت ماسنت، اما دي ممنوع اذا لم، بدي ممنوع وبدي شروط. خد بالك المعلومة دي حلوة، ممنوع بشروط ما تنساش. صفحة 8 من فوق الجملة 110 دي، ما تنسوش يا جماعة التنبيه اللي أنا قلته قبل كده. قلت يا جماعة إحنا سجلنا الحصص، ركز يا جماعة عشان في ناس بتسألني. إحنا سجلنا الحصص، بعد كده الناس اشتكت من خط المذكرة، كانت المذكرة خطها لبني وصغير جدا. في ناس أخدت المذكرات اشتكت، غيرنا الطبعة وكبرنا الخطوط وعملنا الحبر اللي انت ماسكه دلوقتي اللون النبيتي الكاتم ده، والناس قالت ايوه ده كويس. كنا سجلنا الحصص يا حبايبي، فكده فرقت ارقام الصفح. مالكش دعوه بارقام، خليك المذكره في ايدك وخليك معايا على عناوين. خليك معايا على عناوين، يعني اقول لك مثلا افتح الكلمات، الكلمات هقول لك بعد الكلمات هتلاقي التعبيرات، هتلاقي التعبيرات، هتلاقي حتى لو مش تحتيها هتلاقي الصفحه اللي بعديها. يعني امشي على الترتيب، امشي على الترتيب وما تلاقش من ارقام الصفحه. طب الواجب بيبقى فين؟ في الكتاب يا حبايبي. الواجب بيبقى في الكتاب. الواجب بيبقى في الكتاب. خلاص؟ طيب. 110 تبقى الاخيره كورس. يعني احنا قلنا ممكن نغير مذكره علشان بس عينيكم وعشان خط يبقى اكبر لما ناس كتير اشتكت. يلا. 110 هتبقى دي كورس اوف ايفنتس، ترجم مسار الاحداث. 111 ساوند بمعنى يبدو، يبدو متعب. 112 كورسينج، الدموع كورسينج تتساقط، تيرز دموع على تشيكس الخدود. 113 كاركتر، جوزك ده ذو اخلاق جميله. اري كاركتر، الكاركتر الشخصيه او حد ذو اخلاق متميزه. 114 سيكنس مرادف illness. 115 injured مصاب. 116 pressed people were pressed،
الناس بيبقوا مضغوطين مزنوقين في الزحمه. 117 دايت نظام غذائي، 118 بيرميت زي قلاوي، 119 سيريس التغيرات having a serious accident بسبب حادثه خطيره. تمام؟ chances الفرص ان يبقى انت تعمل حادثه at work can be quite high. تمام؟ serious accident حادثه خطيره. 20 seriousness احنا صدمنا من خطوره المرض. seriousness اسم. 121 I thought انا فكرت seriously بجديه. يبقى بص بقى 119 صفه للاكسيدنت. 120 اسم. 21 حال لان ثوت فعل والفعل عايز حال. 122 لوجد احمد قفل العربيه وسلبت ورمى المفتاح في بوكيت في جيبه. 123 الاولى الحكومه اعلنت ستيت حاله من الطوارئ، ستيت حاله امرجنسي طوارئ. 124 الاولى. 125 الاولى هي كانت بتنزف. 126 الاولى تايت مشدود مش قادر امشي. 100 اوديه مش قادر امشي. 127 اوي الثالثه. الثانيه حرف جر اما الثالثه اوي ان اوي بطريقه. 28 ساين علامه او دليل اوف بروجريس للتقدم، بروجريس تقدم. 129 ميك ميك شور يتاكد كان عندك في الكلمات والتعبيرات. 130 اويك الضوضاء كانت كيبنج ايفري وان اويك بتخلي كل واحد مستيقظ. 131 نورمال انتربت يقاطع النورمال ديلي روتين نظام الروتيني اليومي الطبيعي. 32 ديفولب في نهايه الجمله ايشو قضيه. 33 اوف أو الجملة بقت أبوانس عندما هم تمام اقتصوا بشكل كبير أو بقول بتلتصق بشكل كبير الإيه الليبلز التيكت وونت كام أوف لا ينتزع. يعني من الآخر التيكت بتحط على المنتجات لما بيتلزق كويس ستاك معناها يلصق. تمام؟ فبقول لا ينزع. كام اوف 134 هتبقى دايركت الاولى. بيقول لك بنجن حلو قوي كلمه بنجن رولز قواعد المعاش ار ديفرنت اف يو ار سيلف امبلويد اور ا كومباني دايركت بما قواعد موظفين او المديرين دايركتور حبايبي اللي هو المدير. 135 الطلاب كان جيت ديسكاونت ترجم ديسكاونت تخفيض. تمام؟ تخفيض all athletic events الاحداث الاثلتيك الرياضيه بيحصل على تخفيض. 136 اتروفي ضمور بقول شولدر ماسلز عضلات الاكتاف. تمام؟ 37 طبعا بقول بي اللي معناها معدات او معده. خلاص كده حبايبي؟ 138 كيب حصل على ثيرابي علاج لكي يجعل الماسلز العضلات يحتفظ بها من الاتروفينج اللي هو ايه الضمور. 139 بلاد ضحيه الحادث محتاجه دم هو اتعلم كثيرا من الاعلانات اللي في الصحف. 41 ماسلز عضلات I woke up and down there ايه عايز تو ستريتش ماي كرامب العضلات حصل لها كرامب شد زي الكلام بتاع كره القدم. 142 توك اب اشتغل في مهنه الخشب او في عمل بالخشب افتر انهيرتنج بعد ما ورث معدات والده. 43 تشانس فرصه. 44 سكن اختاري الميك اب اللي ماتشز اللي بيناسب لون بشرتك سكين تون. 45 opportunity فرصه اللي هي تشانس. 46 سبورت 7 افويد نتجنب 8 افويدبل يمكن تجنبه حادثه يمكن تجنبها.
تسعة avoidance التجنب. 150 go تمام. go on يستمر فيه. واحد week ايه رقم اكتب القاعدة موجود عندك في التعبيرات. ايه رقم مفرد زائد اسم. ايه من الشمال اليمين. ايه رقم مفرد. ايه 10 week تمام. خلاص كده يا حبايبي. اونلاين كورس 152 situation موقف. بعد كده 53 sounded يبدو. 4 perfect these recipes give تعطي هذه الوصفات. الوصفات الريسيبي تعطي ايه perfect results نتائج عظيمة. 155 genius اللي هي brilliant عبقري. 6 see a champion بطل. 7 persuasive مقنع. 8 persuaded يقنع. هو مش هيسمع نفسه ان يقنع into buying بشراء هذا الشيء. 9 الاولى الاقناع. معظم الاطفال مش محتاجين اقناع كتير عشان يستخدموا الكمبيوتر لانهم ما بيحبوه. 60 ريزون. طب ليه ريزون؟ حط على فور. سبب ليه؟ طب ليه ما خدناش الاولى كوز؟ كوز الاولى عايزه اوف معناها سبب. واحد بليجر انها سعاده حقيقيه. 2 الاخيره شي ووز undoubtedly مما لا شك فيه تمام انها افضل الرياضيين. 3 project تمام this war jacket هيساعدك انك انت protect ان تحمي نفسك. protect against protect تمام. الجملة 164 must الزام شخص. 65 you mustn't ممنوع تفتقد هذه الفرصة نصيحة. 6 mustn't ما تكلمش في المكتبة. 7 have to أوامر. 8 don't have to صح و needn't صح. فسيب دي صح بمعنى لا داعي unnecessary. 9 have to. 70 القلب has to يعني القلب مفرد. 1 you mustn't. 2 don't have to لا داعي. تدفع لكي تدخل ده it's free ده مجاني. 3 سيل ليلة مفرد. 74 you mustn't تمام. ممنوع تنسى انك تجيب البلطو معاك لان الجو هيبقى برد تمام حبايبي. it will be cold الجو هيبقى برد. بعد كده 75 سيل. 6 سيل. طب ليه؟ عشان دو. علشان دو. دو we have to مش هينفع اقول do we must. 7 needn't have be لا داعي في الماضي والحدث تم لان قالوا الاجتماع الغي ما كانش في داعي ان احنا نروح بدري ده الاجتماع اتلغى ده لان هم راحوا. 8 سي mustn't. 9 mustn't واخر كلمه امس فوضى. 180 don't have to ما عندنا وفرة من الوقت ليه نروح بدري. 181 have to. 82 mustn't ما ينفعش تلمس الحلة it's very hot. 3 must. 4 need عشان تقول بعد النقط. 5 must إلزام مني ليا مش مفروض عليا. 6 mustn't. 7 mustn't. 8 mustn't عشان it's not safe ليس آمن. 89 must حلوة دي خدها الأسبوع اللي فات في الواجب. you must be careful أكيد أنت لازم تبقى حريص لما تيجي تعبر. يبدو أنك أنت حريص لازم تبقى حريص جدا خلاص خد بالك. must هنا بديله أوامر وقلنا أن في must be الاستنتاج هو جاوب على أسئلة كتيرة ده باين عليه شاطر. يبقى في must be استنتاج وفي must be أوامر.
هنا جاية أوامر مع العلم إن في ماست بي استنتاج. السواقين نص قانوني يبقى ماست. 191 السواقين يبقى ماست. 91 ماست. 92 فوربيدن ممنوع تدخل. اتس فوربيدن. فوربيدن يعني ممنوع. طب الأخيرة بيرميتد معناها مسموح. يعني بي زي الأخيرة. 3 هاف تو أنا لازم أتصل. ده أنا وعدته. خارج إرادتي. 94 دونت هاف تو مفيش داعي. في بعض الدول مفيش داعي ترتدي الزي المدرسة. في ناس بتروح عادي كده. 95 الأخيرة هاف تو. تمام؟ لأن خارج إرادتك. 96 نيد تو. 7 مادام في ماست يبقى هاف تو. يا جماعة لو قال أطفال المدارس نص القانون يبقى ماست. أما هو قال إيه؟ معظمه حط دايرة على ماست. لو مفيش ماست يبقى إيه؟ نص قانون ماست. حط ماست يبقى بعض الناس. يبقى هاف تو. خدناها الأسبوع اللي فات. 198 ماستنت. 9 دونت هاف تو مفيش داعي. أما 200 هاف تو. 1 ريلي عايزة ماست. ريلي عايزة ماست عشان ريلي. 2 حط خط تحت تو. المباني القديمة يجب أن بي نوكد تهدم. يجب أن تهدم. هاف تو في المجهول تبقى هاف تو بي والبي بي. هاف تو في المجهول تبقى هاف تو بي والبي بي. 203 لازم نروح المدرسة كل يوم خارج إرادتنا ده قانون. 204 دي ما كانش فيها اشتري العيش. قال لك انا ضيعت فلوس يبقى الحدث تم. ضيعت فلوس يبقى الحدث تم. 205 بي اي من هذه الجمل most appropriate مناسب عندما تتحدث الى صاحبك. ادي له اوامر بقى واقول له لازم ترتدي الزي المدرسي. بي have to طبعا اللي هي بي. 206 are banned from منذ this is a private parking area منطقة الركن دي وانت ممنوع من استخدامها. خلاص كده حبايبي this is since لاني المكان ده مكان خاص فانت بلاش بقى. خلاص منذ ما اتعمل المكان ده خاص بحد ما ينفعش انت تركن فيه. are banned from ممنوع من. 207 حط خط تحت wasn't الجملة ماضي. ناخد دي didn't have to. didn't have to عشان كلام ماضي. 208 won't have to عشان tomorrow بسبب هذه الحقيقة. تمام؟ إني في عيد غدا يبقى ما فيش داعي. قال له غدا. tomorrow يبقى won't have to لا داعي بس مستقبل طبعا. 209 needn't have فلوس كتير ضاعت ما كانش بداعي انك تشتري اللعب دي كلها. لا داعي بس الحدث تم. 210 banned from انت ممنوع من الركن. ban from اكتب زائد الفيرب زائد ing. 211 do you have to عشان do طبعا هيجيش مع must. 212 I not my room ظبط my room الكلام ماضي عشان yesterday. وخلاص اختي عملتها يبقى ما كانش بداعي ان انا اعمل امبارح. didn't have to دي. 213 انا اسف لعدم زياره ايه زيارتك ليله امبارح. last ماضي يبقى had to. 14 you are wasteful انت مبذر. you needn't have bought مبذر يعني صرف ما كانش في داعي ولكن الحدث تم لان قال له انت مبذر. دليل ما صرف يبقى الحدث تم. يبقى دي. تمام؟ بعد كده حبايبي كده انتهينا من الواجب. دلوقتي اسيبكم مع الامتحان. بعد كده نسمع الحصة وفي اخر الحصة ركز مع خطة المذاكرة. ما تنسوش ان المذكرة انا كبرت الخط على الاخر ففرقت في ارقام الصفحة وانا بشرح لان انا كنت سجلت الحصة. تمام؟ فاحنا هنعمل ازاي؟ امشي مع العناوين نفس العناوين بس امشي مع العناوين. ما تخافش المذكره مش متلخبطه بالعكس اللي انت ماسكها خطاها اكبر من اللي انا سجلت منها.
واير ده لما الناس اشتكت. امشي مع عناوين هتلاقي بالترتيب مفيش ادنى اي حاجه. امشي مع عناوين ورا بعض. كلمات عادي تعبيرات حروف جر تلاقي العناوين ورا بعض وما تلاقيش من رقم الصفحه. خلاص؟ ربنا يا رب يوفقكم، اسيبكم مع الامتحان، دعاء ليكم وقلبي معاكم وبالتوفيق، وبعد الامتحان تدخلوا الحصه ان شاء الله. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.